احنا اليوم قائمين على يوم طبي يشمل عدة تخصصات في مخيم طول الكرم في مبنى النادي الجديد، في جميع تخصصات، في اقبال شديد من الناس عليه. احنا في الصبح يعني في خلال ساعة يعني كنا ماشيين 30 حالة، ان شاء الله طبعا انه يستفيد منه جميع قطاعات المخيم طول الكرم. احنا من الاغاثة الطبية اليوم بنكون في عمل يوم طبي مجاني مع جمعية النصر والحرية لرفع من أجل تخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني ورفع صموده ومستواه. شاركنا اليوم في مخيم طول الكرم في يوم طبي مجاني قامت جمعية النصر والحرية في مخيم طول الكرم، شاركنا في أخصائية العظام والتمريض والصيدلة والمختبر وطب الأسنان. واليوم الطبي يوم حدث كبير عظيم للناس الغلابة اللي مش لاقين، برضو نطلب يعني من السلطة أو من الناس المعنيين إنه مؤازره اليوم الطبي وكل أسبوع يعمله في كل بلد.